علاج المريض او نجاح الحاله اللي انت بتشتغلها دي بيعتمد جزء كبير جدا على الراحه النفسيه اللي موجوده ما بين المريض والدكتور بتاعه. مفيش دلوقتي فينير بدون تحضير. اللي احنا وصلنا له ان احنا بنعمل فينيرز بتخانه 0.4 مليمتر. الدكتور اللي بيعمل كل حاجه ده مش موجود دلوقتي. واللي بيعمل كده هو ما بيعرفش يعمل اي حاجه من الحاجات دي كلها. هي ديزاين واجهزه وتكنولوجي ودكتور محترف فاهم هو بيعمل ايه وفريق عمل بيساعد بعضه عشان يوصل للكلام ده كله. الدكتور كريم مدحت، استشاري زراعه الاسنان والتركيبات الثابته، زميل كليه الجراحين الملكيه، عضو الجمعيه الامريكيه لاطباء الاسنان. اسمحوا لي نرحب بضيفي العزيز دكتور كريم مدحت. اهلا بيك يا دكتور كريم. نور دكتور. بنور حضرتك يا دكتور ايمن. عايز ابدا الاول معاك، يعني هل طبيب الاسنان في بعض الاوقات يتحول الى طبيب نفسي؟ دي مهمه جدا النقطه دي. دي نقطه مهمه جدا جدا جدا. انا بشوف من وجهه نظري ان علاج المريض او نجاح الحاله اللي انت بتشتغلها دي بيعتمد جزء كبير جدا على الراحه النفسيه اللي موجوده ما بين المريض والدكتور بتاعه. انا بشوف ان النتيجه دي بتفرق بقد ايه، او الراحه النفسيه دي بتفرق في اكتر من 60%. تمام، هو متقبل الكلام اللي انت بتقوله، اوير وفاهم على وعي بالكلام ده، طالما هو مرتاح لك نفسيا متقبل الكلام ده وفاهم خطه العلاج بتاعتك. وكمان لازم ابقى فاهم الدوافع والدواعي بتاعه المريض ده ناحيه هو بيعمل تجميل، سواء بيعمل تجميل او بيعمل علاج او بيعمل زراعه، اكيد في دوافع ليه. الدوافع دي ممكن تكون للشكل، يعني نتيجة شكل أو مظهر أو شكل مش كويس، ممكن تكون دواعي مرضية. هو عنده مشكلة معينة في المعدة، سوء هضم بسبب سنانه اللي فيها مشاكل كتير. فلازم يبقى فاهمين الكلام ده عشان نعرف نتعامل مع المريض ده ونوصل بيه لأفضل نتيجة تناسبه، يبقى ساتسفايد 100%، يبقى راضي 100% عن النتيجة دي، وإحنا كمان نبقى راضيين 100% عن النتيجة دي. في عالم التجميل الماتيريال المستخدمة، يعني أقصد بالماتيريال الزاركون، الإيماكس، السيراميك، حسب بقى انتوا الحاجات اللي هي الجديده بقى. ده في حاجه دلوقتي جديده كمان هنبقى نتكلم عليها النهارده، في اللي هو الزيركون الاف اكس المالتي لاير. دي الطفره او التقدم الجديد في عالم السنان. هو بيجمع حاجتين، بيجمع ما بين صلابه الزيركون مثلا، دي الحاجه الموست ريسنت اللي هي اخر حاجه وصلنا لها دلوقتي، ما بين صلابه الزيركون والشفافيه والشكل الجمالي قوي بتاع الايماكس، بتاع الايماكس والبسولين. بالظبط. بيديك الاثنين، بيديك الصلابه بتاعته وفي نفس الوقت بيديك الشكل الجمالي قوي بتاع الايماكس. ده مثلا مراحل التطور. هو اصلا نرجع لورا ونشوف مراحل التطور كان ايه. كان زمان الكراون، او ما كانش فيه فينير من زمان. الكلام ده انا بتكلم من 30 سنه او الكلام ده، 20 سنه، 25 30 سنه، ما كانش فيه طبعا فينيرز، ما كانش فيه الكلام ده. كانت كراونز. كانت الكراونز عباره عن متر معدن، طربوش معدني اللي كان بيتعمل في السنان اللي قدام دي، او سنه ذهب، ده اللي هو اثرياء القوم هي اللي بتعمل السنان الذهب. الموضوع تطور لانه ما بقى الشكل جمالي، بغض النظر عن الموضوع بيعبر عن ثراء او عكسه، هو مش شكل جمالي خالص. فبقت الحاجه للشكل الجمالي هي المطلوبه. فبدانا السنه المعدنيه دي او الطربوش المعدني ده نعمل له فيسنج. فيسنج يعني ايه؟ الواجهه بس من بره نحط عليها طبقه بلاستيك. الموضوع اتطور شويه لانه هو مازال لسه مش هايجينيك، لسه مش متلائم مع انسجه البق، مع اللثه، مع الاسنان، مع الحاجات دي كلها، وبدا يعمل مشاكل مع الوقت. فبداوا يطوروا في الموضوع وعملوا الفول كافرج بورسلين. هو برضو القلب بتاعه معدن بس غطوه كله بطبقه البورسلين عشان يبقى من بره ومن جوه الشكل جمالي. الموضوع تطور اكتر وقالوا لقوا ان المعدن ده، لقينا ان المعدن ده بكل بساطه هو مع الوقت بيعمل ديسكلاريشن، بيغير في لون اللثه على مرور السنين. تمام، لانه بيتفاعل مع اللثه دي بيغير في لونها مع الوقت. كمان هو اسناننا الطبيعيه اللي ربنا خلقها ما فيهاش المعدن ده. فبالتالي انا مستحيل اوصل بحاجه فيها معدن لدرجه 100% تجميل. بعد كده احتاجنا ان احنا نطلع الزيركون اللي عباره عن بلوكس بتتخرط عن طريق السرج، جهاز السرج ده التقدم او الطفره الكبيره. انا بشوف جهاز السرج ده الطفره الكبيره بقى في عالم التجميل والتركيبات والعدسات والكلام ده كله. شلنا المعدن، بقت التركيبات بتاعتنا عباره عن بلوك بتختلف الماتيريال بتاعته على حسب انا محتاج ايه في الحاله دي. انا عندي واحد هيفي بايت، يعني عضته قويه، فمحتاج له حاجه تجميليه بس الصلابه بتاعتها قويه، بنستخدم مع زيركون. عندي واحد تاني، او مثلا هحتاج تركيبات كبيره شويه، هعمل تركيبات يعني اسنان مفقوده بس عدد اسنان كتير شويه. فانا محتاج في الحاله دي مثلا نتكلم عن الحاله دي. الحاله دي بصراحه اتعمل فيها شغل كتير. الحاله دي اللي اتعمل فيها هي معمول فيها عدسات
ومعمول فيها شغل ليزر كمان. لان زي ما احنا شايفين السنان مش مرصوصه، الانياب جزء منها في اللثه نازله وجزء التاني طالع، تمام. الفراغات ما بين الاسنان كبيره، تمام. محتاجين اشتغلنا شويه الاول على اللثه، واحنا شايفين هنا في الصوره واضح ان احنا شغالين بالليزر فيها. الليزر ده بقى من اهم التطورات برضو. الليزر ده هو بتقدر تقص اللثه بتاعتنا وبتكويها في نفس الجلسه بدون بنج بدون الم، وبتشوف النتيجه بتاعته لحظيه. ننسى بقى الجراحه وننسى المشرط وننسى الكلام ده كله. ليزر رائع طبعا. طبعا. اشتغلنا زي ما قلنا في الحاله اللي ورا دي ليزر عشان نرسم شكل اللثه، وبعد ما رسمنا شكل اللثه بتاعتنا بدانا نعمل الفينيرز بتاعتنا عشان يبقى عندنا السيمتري اليمين والشمال زي بعض وشكل الاسنان وحجمها متناسق وطريقه الكلام والنطق طبعا مختلفه لان الفراغات دي قفلناها، ففرقت مع طبعا ان بوزيتيف واي طريقه كويسه. دي خدت وقت قد ايه؟ حاله زي كده الليزر بس احنا بنحتاج ان احنا بنشتغل في جلسه واحده وبعدين بنشتغل التركيبات بتاعتنا، يعني بتخلص حاله زي كده في خلال 3 ايام مثلا او حاجه عشان بس نستنى الهيلينج بروسيس او عمليه التطور بتاع الالتئام بتاع الليزر بس. ممكن ابتسامه بتاعه انسان تختلف عن ابتسامه انسان تاني حتى لو بينهم تشابه شكلي قريبين في الشكل من بعض؟ تشابه شكلي اوكي، بس هو برضو الابتسامه ما بيحكمهاش الشكل فقط. الابتسامه او تصميم الابتسامه بيحكمها عوامل كتير قوي، بيحكمها غير الشكل. يعني مثلا حاله زي دي التجميل او الناس بتسمع عن هوليود سمايل اللي هي الابتسامه الناصعه البياض، حاله زي دي هي مش ابتسامه ناصعه البياض، الحاله دي تجميل. الاسنان اللي فوق كلها جملناها لان طبعا فيها اجزاء مفقوده كتير وكسور وحاجات زي كده. دي ست هي ست موظفه، تمام، بشرتها مش فاتحه قوي، اسنانها مش فاتحه قوي، لو عملت لها حاجه ابيض ناصع اكيد هيبقى المنظر غريب جدا او ملفت، وهي ست كبيره وفي الشغل عندها، هي مش عايزه ان حد يبقى ملاحظ شكل اسنان يبقى حلو، هي تبقى راضيه عنها. ناتشرال جدا، ناتشرال جدا، يليق معاها، يليق مع بشرتها، يليق مع سنها، يعني يليق مع وظيفتها. اي حد يشوفها مش هيقول لها انت سنانك انت محافظه على اسنانك. هو ده التجميل. هو التجميل مش نعمل حاجه بيضه باينه، هو التجميل تعمل حاجه كويسه شكلها حلو. ازاي نفرق، او بمعنى صح المريض نفسه يفرق بين دكتور ودكتور في التجميل؟ بكل بساطة أنا بشوف الدكتور ده هو عبارة عن إيه؟ حالة زي كده مثلا، دي حالة فينيرز، تمام؟ الفكرة إحنا ليه اخترنا فينيرز مثلا؟ وده بيبين فرق ما بين دكتور ودكتور تاني. تجيب حالات حلوة. ليه اخترنا فينيرز؟ لا ميرسي لحضرتك يا دكتور. يعني مبسوط قوي وأنت عمال تنقل من حالة لحالة. ميرسي لحضرتك. فيها فن وبساطة، وبرضو عجبني لغايه دلوقتي الناتشراليتي اللي هي الطبيعيه بتاعت الحاله. ما هو ده التجميل. احنا في 2018 دلوقتي مش بندور على اسنان بيضه بتنور، احنا بندور على شكل طبيعي حلو. حاله زي دي اول حاجه بنهتم بيها رقم واحد نتعامل مع المريض وايه الدوافع ورا التجميل بتاعك، نفهم السايكولوجي بتاعته ونفهم هو ايه الدافع ورا التجميل. رقم اتنين نعمل له دايجنوز، نعمل له تشخيص صح. محتاج شغل لثه، محتاج حشوات، محتاج تنظيف، محتاج ايه بالظبط. رقم اتنين نبدا نظبط الكلام ده كله ونشوف النوع التجميل المناسب ليه. هل هيحتاج زراعه؟ مش هيحتاج لو اسنانه كامله. طيب لو هيحتاج، لو اسنانه كامله هيحتاج عدسات وهيدي له نتيجه افضل عدسات ولا تركيبات؟ لان انا بيجي لي ناس دكتور انا شفت العدسات انا عايز اعمل عدسات. ما هو حالتك مش هينفعها عدسات، العدسات دي برضو هي ليها مجموعه قواعد عشان تعملها لازم تمشي عليها. في بقى دايما في عقول دلوقتي الناس استفسار عن القشرة التجميلية، مين اللي ينفع له قشرة التجميلية؟ وخصوصا الناس بتتلخبط بين القشرة والكراون. القشرة دي مبدئيا نعرف للناس القشرة عشان يبقى عندها فكرة هي القشرة التجميلية. القشرة التجميلية دي هي عدسة خزفية خالص بتتصنع من ماتيريالز كتير تجميلية، ايماكس اشهرهم، تمام، بتتلزق على السطح الخارجي للاسنان فقط. الهدف منها لو مثلا في كسور صغيرة في الاسنان، يعني مثلا مش نص سنة مكسورة، كسور صغننة في الاسنان زي كده، كسر في السنتين دول، بنبدا نحضر الاسنان او بنحضر السطح الخارجي، بنعمل له تخشين بسيط كده. دي الانواع المتطوره كمان من العدسات، تخشين بسيط للسطح الخارجي من بره، وبعد كده بنبدا نعمل الديزاين دي اس دي ديجيتال سمايل ديزاين عشان نشوف العدسه دي. طبعا دي كلها مراحل التحضير، حضرتك الاول بتخشن وبعد كده بتنعم السطح ده بطريقه معينه عشان مرحله لزق العدسات لما تيجي تلزقها عليها، تمام. بتعمل لها دي اس دي اللي هو الديجيتال سمايل ديزاين على الكمبيوتر، بتصمم شكل العدسه دي هيطلع عامل ازاي والضحكه دي كلها هتطلع عامله ازاي. طبعا زي ما احنا شايفين في الفيديو ده هو الكسور اللي في الاسنان هي كسر صغير، لكن لو كسر اكبر من كده نص سنه مكسوره احنا خرجنا برا الفينيرز، ودي المعضله اللي احنا بنواجهها مع المرضى وفي التعامل معاهم، ان احنا نشرح لهم ازاي نقدر نوظف العدسه بشكل صح. بنبدا نحط الماتيريال بتاعتنا بتاعت اللزق ونعمل لها كيورنج، يعني ننشفها بالليزر ده ونلزقها على سطح الاسنان، والكلام ده كله بياخد وقت بسيط جدا 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 وما فيهوش طبعا اي مجهود. زي ما قلنا احنا بنحافظ على السنان بتاعتنا من غير ما نبرد فيها كتير.
ونبدا نظبط. ما فيش دلوقتي فينير بدون تحضير؟ لا، ما فيش حاجه اسمها بريبلس بدون تحضير، دي مش موجوده. هو زي ما بقول لحضرتك اللي احنا وصلنا له ان احنا بنعمل فينيرز بتخانه 0.4 ملم. التخانه دي 4/10 ملي، اقل من نص الشرطه الصغيره اللي على المسطره. دي بتحتاج ان احنا نعمل ايه؟ بنخشن السطح الخارجي للاسنان. حاله زي دي دي حاله مثلا الاسنان فيها مرصوصه الى حد ما، لكن بتعاني من تسوسات وفراغات وحاجات زي كده، تمام؟ تصبغات في الاول، تصبغات طبعا. بنبدا الاول اشتغلنا على اللثة، لان طبعا الحاله دي فيها نسبه صغيره من الضحكه اللثويه عشان نكبر حجم الاسنان شويه. بعد كده بدانا نعالج التسوسات والحاجات دي كلها، وبعد ما عملنا الكلام ده بدانا نعمل العدسات بتاعتنا، وطبعا اللون والديزاين على حسب شكل البيشنت، ملامح وشه، وظيفته، تمام، لون بشرته، الحاجات دي كلها. سؤال دايما عن العمر الافتراضي للعدسه، يعني في ناس عندها اعتقادات ان العدسه مش هتستحمل كتير. لا بتستحمل طبعا. بص يا دكتور، انا مقتنع دايما بحاجه صغيره. اجابه الموضوع ده هو عباره عن شقين. الشق الاول الدكتور، الشق الثاني المريض نفسه. ازاي الدكتور انه يقوم يبقى دارس طبعا كويس قوي، وعارف هو بيعمل ايه، ومتخصص في اللي هو بيعمله، ده رقم واحد. رقم اتنين، اللي هو بيعمله يعمله مظبوط، ما يبقاش فيه مشاكل، العدسات دي تبقى مقفله كويس قوي، اللثه نكون اهتمينا بيها قبل ما نعمل العدسات بتاعتنا. ما هو الاسنان واللثه هما دول القواعد او الاساسات اللي انا ببدا ابني عليهم عمليه التجميل بتاعتي، يعني مش مجرد قشره احنا بنلزقها. لو حضرتك اهتميت كدكتور بالحاجات دي كلها ومشيت بيها بخطوات مظبوطه كده، انهيت الشق اللي عليك. طب الشق التاني ايه؟ الشق التاني اللي قلناه بتاع المريض. ايه المطلوب من المريض؟ العنايه بصحه الفم والاسنان بتاعته، اللي هم ايه؟ اللي هو غسيل الاسنان، وفي بعض الاحيان بنحتاج نستخدم ماوث ووش، ويا ريت كمان لو نضيف عليها الثقافه اللي للاسف احنا بنفتقرها، بنفتقر ليها. هي ايه الثقافه دي؟ ثقافه التشيك اب. والمفروض بره في اوروبا وفي امريكا وفي الكلام ده كله، كل 6 شهور المفروض بتعمل زياره للدكتور بتاعك، سواء دكتور اسنان او دكتور باطني، بتعمل مجموعه تحاليل ومجموعه اشعاعات تشيك بيها على نفسك، تطمن على سلامه صحتك، عشان لو عندك مشكله اكيد علاجها هيبقى اسهل واسرع واوفر. طبعا لو هنتكلم على الشق المادي، اوفر بكتير من انك تعالجها في مرحله متاخره. ليه؟ هتلحقها قبل ما توصل لتوابع ليها. هي دي الفكره كلها. كلمه زراعه حديثه، الترم ده هو يعني يوحي ان في زراعه قديمه. تمام. إيه هو بكل بساطة الزراعة الحديثة والزراعة القديمة، الفرق ما بينهم التكنولوجي اللي دخلت. بكل بساطة كان زمان الزراعة عبارة عن المسمار أو الزرعة المصنوعة من التيتانيوم، وبتتحط وبنستنى عليها. كان زمان بنستنى 6 شهور عشان خاطر العظم يلتئم عليها. التطور أو التكنولوجي اللي حصل إن إحنا بدأنا نعمل حاجة اسمها سيرفيس تريتمنت، اللي هو معالجة السطح للزرعية دي نفسها. بتختلف فيه طبعا من شركة لشركة تانية، بس هي الفكرة كلها معالجة السطح دي عبارة عن إيه؟ بنعرض الزرعية دي لأشعة جاما، بنغير في الديزاين بتاعها، يبقى فيه فيرتيكال جروف كده في الزرعية، يعني حفرة بطول الزرعة عشان الزرعة دي تقوم بوظيفتين. رقم واحد، وحضرتك بتحط الزرعية دي أو بتربطها، هي بتقطع في العظم ده وبتدخله في الجروف ده. طب ده هستفاد بيه إيه؟ ده كلام بالنسبه للناس اللي بتسمعه ده كلام يخوف، لكن هو بكل بساطه الديزاين ده بيساعد ان الزراعيه دي تلتئم اسرع، لانه العظم اللي هو بيشيله وانت بتحط الزراعيه دي هو بيتكبس على الزراعيه دي نفسها. فبيديك ثبات مبدئي للزراعيه اكتر، وبيديك الفرصه بتاعه الزراعه او التحميل الفوري، انك تحط الزراعيه وتحط عليها الكراون. او كمان من الاضافات اللي ضافتها التكنولوجي اللي بقول لحضرتك عليها بتاعه معالجه الصح، بتاعه الديزاينز المختلفه بتاعه الزراعات، ان انت دلوقتي بدل ما كنا بنستنى 6 شهور عشان خاطر احط الكراون بتاعي على الزراعيه دي، احنا دلوقتي بنتكلم من 6 ل 8 اسابيع، بتقدر على طول انك تعمل ايه؟ تحط الكراون بتاعك على الزراعيه دي، ما تستناش 6 شهور زي الاول. الانيميشن اللي قدامنا ده او الفيديو اللي قدامنا ده بيوضح ايه؟ درس اتخلع بقاله فتره طويله جدا جدا جدا، ما اتزرعش مكانه او ما اتعملش مكانه حاجه. طب النتيجه بتاعته ايه؟ النتيجه بتاعته ان العظم كشف الحته دي. زي ما احنا شايفين كده، احنا عايزين نعوض الكلام ده، بنعمل ايه؟ بالنسبه لحاله زي دي عندنا فيرتيكال بون لوس، يعني فقدان للعظم كبير جدا بالافقي، يعني فقدان قصدي عمودي، تمام. بنعوضه ازاي في حاله زي دي؟ دي حاجه اسمها بون بلوك. بناخد جزء من عظم، لو عندنا فقد كبير قوي للعظم بالمنظر ده، بناخد جزء من العظم من الضلوع، تمام، او من عظم الحوض، وبنبدا نحطه نثبته بمسامير، وبعد ما العظم ده يلتئم في خلال من 4 ل 6 شهور نبدا نحط الزراعيه بتاعتنا. تمام. اول طريقه تانية اللي عالجناها زي ما شفنا، نوع تاني من العظم، بنعمل زراعه للعظم بس مش بوم بلوك،
عظم بيبقى شبه الباودر كده بنحطه في الاماكن لو ما عندناش فيرتيكال بلس اماكن دي نعوض بيها عظم صناعي عظم صناعي تمام. وده دلوقتي كمان او النوع اللي ما نوع تعويض العظم اللي ما بستخدمش فيه البون بلوك او قطعه العظم اللي بحتاجها من 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 الحاله نفسها بقدر ان انا احط زراعيه في المكان ده واكمل عليها عظم وكمان الكلام ده اسيبه زي ما بقول لحضرتك 6 ل 8 اسابيع ونقدر نحمل على الزراعيه. حاله زي دي دي كل الفم كانت دي سيده تمام ست القصة كلها ان هي عندها مشكلة صغيرة خالص هي مريضة سكر وللأسف مهملة فيه فجت لنا وبدأت تتكلم معانا ان هي عندها مشاكل بقى لها يمكن اكتر من 5 سنين او 6 سنين بتعاني من ايه بتعاني من مشاكل في معدتها لحد ما راحت لدكتور وقال لها لا انا شايف ان انت مش هتتعالجي انت بقى لك 5 سنين بتتعالجي طب انت مشكلتك ايه نبدأ نصور على ندور على مشكلة من جذورها انت بتضغيش الاكل فبالتالي عندها عسر عظم وعندها مشاكل في معدتها وعندها وعندها وعندها, وعندها. فبدأت تلجأ ساعتها انا عايز احل مشاكلي طبعا الحل الاولاني اللي هو الاسهل واللي المريض بيختاره في الاسهل او اللي الدكتور بيقترحه عليه طبعا الطقم مشت بالطقم بتاعها ما كملتش يمكن 3 اسابيع وجت بتشتكي من التهابات رهيبه في اللثه بدانا نعالج اللثه بتاعتنا دي طبعا في الاول بنعمل لها اشعه مقطعيه الاشعه المقطعيه دي هي اللي بتخليني امسك عظم الفك ده كانه في ايدي واشوف ابعاد العظم ارتفاع وعرضه لان على اساسه بحدد احنا هنحتاج كام زرعه نحطها احنا الفك الواحد بنعوضه من 6 ل 8 زرعات مع ان الفك الواحد فيه 16 سنه وضرس بس بنقدر نعوض ال 16 سنه وضرس دولت بايه ب 6 ل 8 زرعات تمام بتوزيع هندسي معين بنوزع اماكن الزرعات دي بطريقه الحاله دي حطينا فيها 6 زرعات فوق و 6 زرعات تحت وبعد ما حطينا الزرعات دي حطينا التركيبات بتاعتها اللي تحت طب الحاله دي خدت قد ايه كان عندها زي ما بقول لحضرتك فقد في العظم كبير فاحتاجنا ان احنا نحط الزرعات بتاعتنا واستنينا عليها شويه استنينا عليها قد ايه 6 اسابيع بعد ال6 اسابيع جينا وعملنا التركيبات بتاعتنا بالمنظر ده بالمناسبه الصوره اللي تحت على اليمين دي من الصور اللي بحبها جدا لان انا بحب الانطباع الاول للبيشنت للعيان بتاعي اول ما يشوف اول ما يشوف نفسه في المرايه دي كانت صورتها اول ما شاف نفسها في المرايه ضحكه طبيعيه جدا هي فرحت جدا بسنان طبعا غير من شكلها ومن ملامحها ومن ابعاد الوش نفسه ده يوريني السكر ما يمنعش ما يمنعش طبعا 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 دي برضو حاله فيها برضو احنا عندنا اللي موجود هم السنتين اللي فوق على الشمال دول كام سنه سنتين او 3 فوق على الشمال ومعمول عليهم تركيبات كمان سيئه بدانا ان احنا نعالج فيها ونزرع نحط الزرعات بتاعتنا بس الحاله دي كانت زراعه فوريه يعني ايه زراعه فوريه وتحميل فوري حطينا الزرعات بتاعنا كان عندنا حجم عظم هنا يسمح بان احنا نعمل كده عندنا ابعاد عظم كويسه وجوده كثافه كويسه سنه كام ده درجه الكبير شويه ده كان عنده 62 سنه مش كبير سن صغير مش 62 حلو يعني بس يعني فقد السنين في السن ده مش بالحجم ده معناه انه الموضوع بدأ من فترة طويلة طبعا بدأ من فترة طويلة ما هو القصة دي جت بعد ما برضو فشل موضوع المتحرك والمتحرك ما حدش بيرتاح فيه ما حدش بيرتاح فيه ما بيقدرش يكمل سنة واحدة بالمتحرك مزعج جدا طبعا وبيبدأ يفقد السنان يعني لو عندنا مثلا سنتين زي كده هو كان عنده سنتين بالمناسبة فوق بس كان عامل فيهم المشابك بتاعة المتحرك بكل بساطة المتحرك ومع كل عضة أو مع الكلام أو مع المضغ أو مع الحاجات دي كلها المشابك دي كأنها بتخلع السنة شهر 2 3 4 5 السنة دي خلاص انتهت وضاعت فبالتالي لقى نفسه ان هو بيفقد اسنانه سيريال واحده والراجل مستمتع جدا هو اسنان جميله مزروعه طبيعي شبه طبيعي قدر ياكل قدر يقابل الناس قدر يتعامل قدر يعني السنان دي او الحاله دي عملناها انا متذكر جدا الحاله دي لانه كان عملها قبل فرح ابنه هو بقى الفرح بيتحرك فهو كان مهتم قوي يخلص القصه دي من الحاجات اللي لازم نهتم بيها جدا يا دكتور ايمن ظروف المريض بتاعنا ايه لو شفنا حال التركيبات عشان برضو نقارن بين التركيبات والزراعه لانه مش مقارنه هي التركيبات بتكمل الزراعه لما بتحط عليه لكن لو الحاله تركيبات اساسا من الاول تمام طبعا برضو الاساليب الحديثه بتخدمك في التركيبات زي ما خدمتك في الزراعه اكيد 100% التركيبات الحديثه دلوقتي حاله زي كده الحاله دي اولا هي ما ينفعهاش قشره لسبب صغير عندنا مسافات كبيره وعندنا فقد في اسنان كتير يعني هي الحاله دي مثلا هي حاله هي مولوده بفقد الاسنان دي هي ما فقدتش اسنانها هي مولوده بشكل الاسنان أسنان. ده بالظبط الاسنان ناقصه عندها طب نعمل ايه بكل بساطه بناخد حاجه مقاس مبدئي ده بنعمل بيه ايه ده حاجه اسمها ستادي كوست احنا بنعمل عليه دراسه يبقى عندنا شكل الاسنان ده جبس احنا بنقعد نعمل عليه دراسه وبعدين بندخل الصور دي كمان على سوفت وير جديد اللي هو دي اس دي ديجيتال سمايل ديزاين بنبدا نرسم شكل الاسنان هيبقى عامل ازاي قبل ما نعملها وبعد ده كله بنبدا نحضر الاسنان بتاعتنا بالطرق اللي احنا قلنا عليها وبالقواعد اللي اتكلمنا فيها وبعد ده
نركب الاسنان بتاعتنا دي. حضرتك طبعا شايف الفرق الكبير اللي ما بين فوق وتحت. آه طبعا. من مجموعه اسنان صغيره شكلها يعني غريب شويه بالظبط لاسنان مرصوصه وشكلها جميل. ودي تركيبات. دي تركيبات كراونز كلها. ما هو الميزه يعني الحاله دي مثلا كانت زيركون اللي هو النوع اللي بكلم حضرتك عنه اللي هي الزيركون الاف اكس المالتي لاير. ده النوع الجديد. حاله مثلا زي دي الحاله دي عنده دايستما اللي هو الفلجه اللي ما بين الاسنان بس أوي. عنده كبيره قوي. دي ما ينفعش ابدا اعوضها بقشره مع ان هي في بعض الاحيان بينفع نعوضها بقشره بس في الحاله دي لا القشره طبعا مش هتستحمل. عوضناها بتركيبات والكراونز دي اي ماكس شايف حضرتك. واشتغلنا على الاسنان الاماميه الاربعه ليه؟ عشان بكل بساطه لو اشتغلنا على الاثنين اللي قدام دول بس هينتج عندنا سنان عريضه وشكلها غريب. احنا عايزين نعمل تجميل فبدانا ان احنا نكبر السنان اللي جنبهم دي شويه ودي شويه طبعا ببروبورشنز بمعايير معينه او مقاييس معينه مش هباء. نكبر الاسنان دي شويه على اساسها نكبر الاسنان اللي جنبها شويه. هي ديزاين واجهزه وتكنولوجي ودكتور محترف فاهم هو بيعمل ايه وفريق عمل بيساعد بعضه عشان يوصل للكلام ده كله. لو عندنا ال- 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 الخلطه دي كلها مع بعض عمليه تجميل ناجحه جدا طبعا. ضيف العزيز الاستاذ الدكتور كريم مدحت كان مبدعا في الدكتور. خليكم مع الدكتور.